قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله غادي نقرأ الحكم الرابع والأخير في الأحكام النون الساكنة والتنوين. والحكم الرابع والأخير هو الإخفاء. الإخفاء، الإخفاء معناه في اللغة هو الستر، هو الستر. وفي الإصطلاح يعني في قواعد التجويد، هو نخفي النون الساكنة والتنوين، نخفي النون الساكنة والتنوين إلى جات من بعدها حروف الإخفاء، وكنديروا الغنة حركتين، كنديروا الغنة حركتين. الحروف الإخفاء هما الحروف اللي بقاو لينا، يعني نحيدوا الحروف الإظهار والحروف الإدغام والحروف الإقلاب، اللي بقاو لينا هما الحروف الإخفاء. وحروف الإخفاء هما هذا: الصاد والذال والثاء والكاف والجيم والشين والقاف والسين والدال والطاء والزاي والفاء والتاء والضاء والضاد. والعلماء باش يسهلوا علينا حفظ ديالهم جمعوهم في بيت من الشعر: صيف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. وهذا البيت ديال الشعر في كل كلمة، الحرف الأولاني من كل كلمة هو حرف من حروف الإخفاء. مثال: صيف، صيف ذا ثنا، مثلا صيف هنا الحرف الأولاني هو الصاد، صيف هذا حرف من حروف الإخفاء. أو ذا، دال الألف، هنا الذال الحرف الأولاني من حروف إخفاء. أو ثنا، ثاء، كم، الكاف، جادة، جيم، وهكذا. سو إلى جات النون ساكنة والتنوين من وراها هاد الحروف، هادو حرف من هاد الحروف، كنديرو كنخفيو هذاك النون ساكنة والتنوين، وكنديرو الغنة حركتين، الغنة حركتين. نعطيكم مثال باش تفهموا أكثر إن شاء الله. مثال الأول: فانظروا، فانظروا، أو منثورا، أو من دون الله، أو بأس شديد. هنا لاحظتوا شنو درنا؟ خفينا النون ساكنة والتنوين، ودرنا الغنة حركتين. والإخفاء كيقدر يكون في كلمة واحدة أو كلمتين، في كلمة واحدة مثل فانظروا، أو في كلمتين مثل من دون الله. والإخفاء عنده مراتب، يعني إخفاء إذا كان النون ساكنة والتنوين من بعدها حرف من هذه الحروف، إذا كان مفخم يعني مستعلي، يعني من حروف الاستعلاء، الغنة كتكون مفخمة. ولا كان الحرف اللي من ورا النون ساكنة والتنوين حرف مرقق يعني مستفل، كنديروا الغنة رقيقة شي شوية. بحال مثلا منثورة، هنا الثاء حرف من حروف مستفيل يعني ماشي مفخم، يعني مرقق شي شوية، الغنة كتكون مرققة. مثال من دون الله، هنا الدال حرف مفخم، يعني نقوله من دون الله، كتغير شي شوية الغنة كتكون مفخمة شي شوية. نتمنى تكونوا فهمتوا الدرس مزيان. إذا عندكم أي سؤال أو استفسار كونتاكتوني إن شاء الله في بيج خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ولا في الفيسبوك ديالي سارة عفو الله إنباكس إن شاء الله. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني أنا ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وصلي الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.